تحية طيبة لمشاهدات قناة المرأة تيفي. في البداية الشكر موصول لكل مشاركات في المسابقة الكبرى لبرنامجكم تبوغيسا. حلقتنا اليوم غنقدموا فيها طريقة بسيطة ودقيقة جدا بكل الخطوات ديالها. غادي نوريكم خلال سيدتي كيفاش تعملي واحد ضفيرة دوبل تريس، يعني ضفيرة مزدوجة، مع السيدة لطيفة خضراوي مصممة تسريحات وأستاذة في الحلاقة، وحنا حاليا في ضيافة مؤسسة أوسكار للجمال والحلاقة. كيف كتشوفي سيدتي، البداية كيخص الشعر يكون مجهز، يعني يكون منظف ومقادد ومعوض بواحد البروشين باش يسهل التسريح ديالو ويسهل الإعداد ديال هاد الضفيرة. وغادي تتبعي معايا الخطوات ديال السيدة لطيفة خضراوي خطوة بخطوة باش في النهاية تفوزي بتسريحة كما غتشوفي في نهاية حلقتنا. السيدة لطيفة كتناول خصلة بخصلة بكل عناية، وطبعا خصلة من الفوق وخصلة من هوامش الشعر السفلى، وبطريقة رشيقة جدا. تبعي معنا سيداتي، غادي تمكني تضفري الضفيرة الأولى، ثم سيداتي غتركبي فوقها الضفيرة الثانية، وكتواصلي تناول الخصلات كتفريه ثم كتركبي فوقه ضفيرة ثانية. في النهاية ديال حلقتنا كنتمنى أنك تكوني استفدتي من هذه التسريحة جميلة جدا والأنيقة اللي يمكنك تعمليها في مناسباتك البسيطة. شكرا وإلى اللقاء.